السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة، مدوية بيتكوفيتش يحضر لقنبلة في التربص القادم، ينوي احتلال أفريقيا. 4 لاعبين جدد. تعالوا نشوف تفاصيل هذا الخبر. ياريت أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. اللي محطش لايك يحط لايك، واللي مشترك عندي في القناة يشترك ويشرفني وينورني. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل هذا الخبر. طبعا احنا ننتظر المنتخب الجزائري بكل قوته في المباريات القادمة. طبعا اتمنى التوفيق دائما للفريق الجزائري. يلا وضع لايك والاشتراك، واهلا وسهلا بالجميع. منتخب الجزائر ومدربه بيتكوفيتش، تعالوا نشوف التفاصيل الان. ينوي فلاديمير بيتكوفيتش وزير السعادة الجديد للمنتخب الجزائري، ونتمنى أن يكون وزير السعادة. نعرف دائما وزير السعادة هو بالماضي، ولكن نتمنى بيتكوفيتش يكون ذلك. يقول إنه ينوي للمنتخب الجزائري احتلال قارة أفريقيا رياضيا في المستقبل القريب، وذلك في التربص المقبل عندما يستدعي 4 لاعبين جدد لأول مرة مع اللاعبين المنضمين حديثا. وأول هؤلاء اللاعبين هو ريان شرقي، الذي أكدت كل التقارير الصحفية رفضه لإيطاليا وتصريحات قريبة بأنه لن يلعب إلا للجزائر في التربص القادم. تأخر إجراءات تغيير جنسي، والذي أخر انضمامه إلى المنتخب. اللاعب الثاني هو الذي ينتظره بيتكوفيتش أيضا، وهو ميجيناس أيكو، نجم نادي الفرنسي والذي يحبه كثيرا ويتمنى انضمامه إلى المنتخب. أما اللاعب الثالث هو مدافع صاحب 17 عاما، اسمه إلياس بن كارا، مدافع نادي بروسيا، والذي هو الذي كان في تصعيد فريقه الأول. اللاعب جاهز للانضمام إلى منتخب الجزائر، كما ذكرت التقرير الصحفي. عرض مقدم إلى اللاعب من قبل الاتحاد الجزائري، لا يمكن رفضه إطلاقا باللعب مع المنتخب الأول مباشرة وأساسية. أما اللاعب الرابع فستكون الفرصة الأولى لميتش فايزر، الذي اعتقد سيثبت نفسه مع منتخب الجزائر نظرا لتراجع مستوى وإصابات المتكررة التي تخص يوسف عطار. وليس هناك لاعبين وكنوز ومواهب جزائرية في الفرق الأوروبية يتم اكتشافها من قبل وليد صادي. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك، وشاركونا آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.